هذا هو سد النهضة الذي تعتبره إثيوبيا أملها في التنمية، فيما تعتبره مصر والسودان مصدرا للقلق، خصوصا إذا تم ملؤه دون اتفاق قانوني ملزم. احنا مصرين على ان احنا نستمر في تفاوضنا، وتفاوضنا طبعا مش بلا نهاية، تفاوضنا ان يتم التوصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. تقول إثيوبيا انها ماضية في الملء الثاني للسد حتى لو لم تصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تؤكد الدولتان أنهما لن تقبلا بفرض الأمر الواقع وأن كل الخيارات مفتوحة. بقول للأشقاء في إثيوبيا بلاش إن إحنا نصل لمرحلة إنك أنت تمس نقطة مياه من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة. لا تكشف مصر والسودان عن تفاصيل تلك الخيارات، لكنهما تنظمان مناورات عسكرية بدأت بنسور النيل 1 و2، والتي كانت أول تدريبات جوية مشتركة بين البلدين. ثم جاءت مناورات حماة النيل بين الجيشين المصري والسوداني، والتي وصفت بالأكبر في تاريخ السودان. وكان واضحا من اسم تلك المناورات أن منسوب التوتر ارتفع بشدة بين الدول الثلاث، مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى. إثيوبيا بدورها ردت بأن قواتها المسلحة تعزز وحداتها، وأنها تقوم بحراسة دقيقة لسد النهضة، وأنها تسعى أيضا لإنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر. وهذا التصريح الأخير وصف بأنه للاستهلاك المحلي، فإثيوبيا دولة حبيسة ليس لديها سواحل. التصريحات والتحركات في العواصم الثلاث دفعت الكثيرين للتساؤل عن موازين القوى بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى. من حيث التصنيف العالمي يبدو التفوق واضحا وكبيرا لصالح مصر، حيث يحتل جيشها المرتبة 13 عالميا في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021، في تقدم كبير وواضح على الجيش الإثيوبي الذي يحتل المرتبة 60 عالميا من بين 140 دولة، فيما يحتل الجيش السوداني المرتبة 77 عالميا، ما يجعله مكافئا نسبيا لنظيره الإثيوبي. وبحسب إحصاءات عام 2021، يصل مجموع حجم القوة البشرية المتاحة للعمل في مصر والسودان أكثر من 66 مليون نسمة، فيما يتجاوز حجم القوة البشرية المتاحة للعمل في إثيوبيا 51 مليون نسمة. تمتلك مصر والسودان قوات جوية تتكون من 1242 طائرة حربية، أما القوات الجوية الإثيوبية فتتكون من 92 طائرة حربية، بينها 24 مقاتلة وطائرة اعتراضية فقط، ما يجعل التفوق الجوي كاسحا لصالح مصر والسودان. أما على الصعيد البري فتضم القوات البرية لمصر والسودان 4565 دبابة و 12100 مدرعة، إضافة إلى 1149 مدفعا ذاتي الحركة. وتمتلك القوات البرية لمصر والسودان أيضا 2189 مدفعا ميدانيا و 1084 راجمة صواريخ. أما القوات البرية الإثيوبية فتمتلك 365 دبابة و 114 مركبة قتال مدرعة و 67 مدفعا ذاتي الحركة و 650 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 183 راجمة صواريخ. على صعيد القوات البحرية يتكون الأسطول البحري لمصر والسودان من 334 قطعة بحرية، بينها حاملتا طائرات يملكهما الأسطول المصري، بينما لا تملك إثيوبيا أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها سواحل. يبدو التفوق العسكري كاسحا لصالح المعسكر المصري السوداني، لكن وفق مراقبين فإن السيناريو العسكري سيؤثر على القارة وعلى المنطقة، وهو ما حذرت منه القاهرة في أوقات كثيرة. مية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل.